إليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم يا أبواب الرحمة وسفن النجاة. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب الغرباء، يا قتيل العدا، يا مسلوب العمامة والردا، يا مظلوم كربلاء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تطوع خيرا فهو خير له. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. المجتمع الإسلامي مجتمع أراد له الإسلام أن يقوم على ركيزة قوية. هذه الركيزة هي التراحم والتعاضد والتكافل. في المجتمع الإسلامي المعادلة ليست أفراد يكونون هذا المجتمع، وإنما مجموعة كاملة هي المجتمع. مجموعة كاملة هي المجتمع. في المجتمع الإسلامي الله سبحانه وتعالى أراد لكل فرد منه أن يكون نفس الفرد الآخر، نفس الفرد الآخر. لذلك تأتي كثير من الروايات، كثير من الأحاديث التي تحث على أن يكون كل واحد من المجتمع هو نفس الثاني ونفس الآخر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نجد من نتيجة هذه الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه المجموعة التي تسمى مسلمين أن يعيشوا حياة الجماعة، وألا يعيشوا حياة الفرادة والتفرق. يريد إلى
المجتمع الإسلامي أن يكون جسما واحدا، كلنا واحد، ماكو أنا وأنت، وأنت كلنا واحد. ولذلك كثير من الروايات نشوف أن نتيجتها هي سد الثغرات الموجودة في المجتمع الإسلامي. كثير من الروايات نشوف أن نتيجتها هي سد الثغرات وسد الفراغات الموجودة في المجتمع. هذا الأمر له مدخلية حتى في التشريع، مو بس التحبيب، مو بس القضية قضية استحباب، لا، قضية وجوب، قضية وجوب. يعني شنو؟ احنا نعرف أيها الأحبة أن الواجبات نوعين، واجب عيني وواجب كفائي. وجعل الإسلام من ضمن الواجبات الكفائية، من ضمن الواجبات الكفائية بعض الواجبات التي تسد الفراغات والتي يحتاج إليها المجتمع لكي يتكامل، مثل تغسيل الميت على سبيل المثال. هذا حينما يصنفونه على أنه واجب كفائي، خلونا أول شيء نبين واجب كفائي شنو، واجب عيني شنو. واجب عيني يعني أن الكل مطالب به، وواجب عينا عليه، هذا الواجب عيني مثل الصلاة الصيام، هذا واجبات عينية. وعندنا واجبات كفائية، هذه إذا قام بها قوم سقط عن آخرين. الآن تغسيل الميت مثل ما أسلفنا كمثال، هل هو من واجبات العينية أو من واجبات الكفائية؟ هم يصنفون على أنه من الواجبات الكفائية، ولأنه من الواجبات الكفائية في نقطة لابد أن تكون واضحة في الواجب الكفائي. الواجب الكفائي هو واجب عيني حتى يقوم به قوم بنحو الكفاية فيسقط عن بقية الآخرين. هذه نقطة لازم تصير واضحة. الآن تغسيل الميت واجب كفائي، متى يصير كفائي؟ حتى لما يكون موجود عندنا مجموعة من الناس أخذوا على عاتقهم القيام بهذه المهمة فسقطت عن بقية الآخرين. يعني مثلا في قريتنا هذه، قرية المرخ الحبيبة، احنا نحتاج إلى واحد يقوم بهذه المهمة. الآن احنا نسأل، واحد يكفي أو لا يكفي؟ نجي احنا نطالع عدد السكان، النسمات الموجودة، نقول واحد ما يكفي، أو أنه واحد بنفسه لوحده ما يستطيع، فنقول لا زال الآن تغسيل الميت واجب عيني على أهالي المرخ كامل. جو اثنين تعلموا هذا الأمر، صار فيهم الكفاية؟ نقول لا زال ما صار فيهم الكفاية، لا زال واجب عيني على أهل المرخ كلهم. ثلاثة لا زال، أربعة لا زال، خمسة سقط الآن، صارت فيهم الكفاية، سقط الوجوب العيني وصار كفائي على هؤلاء وسقط عن بقية الناس. زين، هذا معناته شنو؟ معناته إذا احنا جينا ننظر نظرة إلى المجتمع الإسلامي، هذه نظرة بسيطة، نظرة مبسطة، انتم جاوبوا، المجتمع الإسلامي فيه من الكفاية من المتطوعين الذين يسدون جميع الفراغات التي يحتاجها المجتمع أو لا؟ في من الكفاية أو لا؟ إذا كان الجواب ما موجود من الكفاية، فنقول أن لا زال سد هذه الفراغات في المجتمع الإسلامي عيني على جميع المسلمين، لا زال واجب عيني ما صار كفاية، إلى أن يصير فيه كفاية. وإحنا بنظرة بسيطة نشوف أنه لا زال الأمر يحتاج إلى كوادر، يحتاج إلى متطوعين. ومن هني انفتح الباب
إلى العمل التطوعي. هني انفتح الباب إلى العمل التطوعي. ليش العمل التطوعي مهم؟ ليش كما يعبر عنه في الروايات السعي لقضاء حوائج الآخرين؟ ليش مهم؟ لأنه سوف يكون له مدخلية كبيرة في سد الفراغات التي يحتاجها الناس ويحتاجها المجتمع. ليش مهم؟ ليش مطلوب؟ ليش احنا نصر عليه وندعو اليه ونبعث عليه؟ لانه يسد كثير من الفراغات الموجودة في المجتمع. هذا واحد. اثنين، العمل التطوعي يبني المجتمع. بنظرة بسيطة على بعض المجتمعات تعرف أن هذا المجتمع فيه متطوعين أو ما فيه. تنظر إلى هذا المجتمع تشوف أن أفراده عندهم وعي مدركين، تشوف أن أفرادهم ما موجود عندهم مشاكل نفسية واجد، ما موجود عندهم مشاكل سلوكية واجد، ما موجود عندهم مشاكل دينية واجد. تعرف أنه في هذا المجتمع موجود مجموعة كبيرة من العاملين فيه تطوعا يرغبون من وراء عملهم رضا الله سبحانه وتعالى. تنظر إلى مجتمع ثاني تشوف أن فيه الملتزمين قليلين، الانحرافات سلوكية وفكرية كثيرة، فيه مشاكل واجد من ناحية دينية ومن ناحية نفسية ومن ناحية سلوكية. تعرف أن العمل التطوعي فيه إما ميت أو أنه قليل أو أنه قليل. وإحنا نريد، ليش نبعث في هذا الجانب؟ لأن نحن نريد نبني مجتمع متكامل. إحنا نريد نبني مجتمع متكامل. شنو اللي راح نحصل عليه من وراء بناء مجتمع متكامل؟ ورقم ثلاثة من أهمية العمل التطوعي، أنه نستطيع أن نعيش في هذا المجتمع بأمان. نستطيع أن نعيش في هذا المجتمع بأمان، أمان على جميع الأصعدة، أمان فكري، أولادي، إخواني، شبابنا ما راح يصيدهم انحرافات فكرية، لأن موجود فيه مؤسسات تطوعية وعاملين في العمل التطوعي كثير. أمان سلوكي، ما راح أخاف على أولادي يطلعون في هذا المجتمع المتكامل، بل بالعكس راح أدفعهم إلى أنهم يطلعون ويكونون جزء من هذا المجتمع المتكامل. لكن إذا كان مو بهذه الطريقة، أنا راح أخاف على أولادي أن يطلعون في هذا المجتمع، أخاف على عرضي في هذا المجتمع، أخاف على مالي في هذا المجتمع، أخاف على ديني في هذا المجتمع. ليش؟ لأن تشوف بنظرة بسيطة أن العمل التطوعي فيه إما ميت أو ضعيف. أربعة، ليش العمل التطوعي مهم؟ لأنه تأمين إلى الآخرة، تأمين إلى الآخرة. أنت لما تشتغل تطوعا، تعمل متطوع في قريتك، في تحت ظل دينك، تسعى في هذا الجانب، أنت قاعد تأمن آخرتك، أنت قاعد تأمن آخرتك. إحنا نحتاج إلى كل حسنة ونريد نتخلص من كل سيئة، صح لو لا؟ نريد نحصل أقل الحسنات ونريد نتخلص حتى من أصغر السيئات. ليش؟ لكي لما نفد يوم القيامة على الله سبحانه وتعالى يكون ميزان الحسنات عندنا راجح على ميزان السيئات. وقد اكتشفنا، وراح نقرأ هذا إن شاء الله قدام، أن الروايات والأحاديث التي جاءت تمدح وتصف الثواب العظيم اللي يحصله العامل تطوعا الذي هو يقضي حوائج الآخرين ويعمل في الخير ويأمر بالمعروف ويعمل بالمعروف، جزاء كبير جدا معه تأمن الآخرة.
معه تأمن الآخرة. يعني يوم القيامة اجي وانت آمن، يوم القيامة اجي وانت آمن، لأن عندك رصيد مليء بالعمل في خدمة الآخرين، مليء بالعمل في قضاء حوائج الآخرين، مليء بالعمل في قضاء في أعمال البر والخير. فإذا من هني نعرف أهمية العمل التطوعي. ليش عملية العمل التطوعي مهم؟ لأنه يسد الفراغات في المجتمع. ليش العمل التطوعي مهم؟ لأنه يبني مجتمعا متكاملا. ليش العمل التطوعي مهم؟ لأنه يبني مجتمع آمن. كل فرد موجود في هذا المجتمع آمن على نفسه، دينه، عرضه، ماله. ليش العمل التطوعي مهم؟ لأنه يبني ويؤمن الإنسان يوم الآخرة. أنا بهي الطريقة قاعد أبني آخرتي بالعمل التطوعي، أنا قاعد أبني آخرتي. من شنو يتكون العمل التطوعي؟ أول ما يتكون منه العمل التطوعي رغبة ودافع ذاتي. رغبة ودافع ذاتي، يعني أن الذين يعملون في العمل التطوعي تشوف أنهم رغبة داخلية في العطاء، رغبة داخلية في أن يصلحوا، أن يأمروا بالمعروف. فأنت إذا كنت جاي تعمل في مختلف أعمال العمل التطوعي، لابد أن يكون هنالك رغبة متقدة داخلك لكي تخدم الآخرين. وفي جانب من هذه الرغبة أيها الأحبة توفيق، في جانب من هذه الرغبة توفيق. شلون يعني توفيق؟ لأن عندنا رواية تقول أن لله أقواما اختارهم لقضاء حوائج الآخرين. يعني ممكن أن الواحد يصير عنده رغبة بس ما يحصل توفيق إلى خدمة الآخرين، وبعدين يجي تشوف هذا يقول إن أنا عندي الرغبة لكن الوقت مو موجود، عندي الرغبة بس المال مو موجود، عندي الرغبة بس الشيء الفلاني مو موجود، ويتذرع بأمور ثانية. وهذا نعرف إن الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يختار ويوفق له أناس معينين، يختار ويوفق له أناس معينين. وأنت تحتاج، أمس احنا تكلمنا عن القضاء والقدر، لا تقول إن الحين يسمون لا أنا قدري إن أنا ما أشتغل. احنا أمس قلنا شنو؟ إن الواحد يقدر يغير قدره. فأنت اللي تحتاج أنك أنت تسعى في أن تكون أحد هؤلاء الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى لقضاء حوائج الآخر. أيضا من مكونات العمل التطوعي حب الانتماء للمجتمع والشعور بالانتماء للمجتمع. هذا المجتمع مجتمع من؟ مجتمع من؟ مجتمعنا إحنا. هذا المجتمع مجتمعنا إحنا. هذا الدين ديننا إحنا. هذا المذهب مذهبنا إحنا. ولأنك فرد من هذا المجتمع، ولأنك فرد من هذا الدين، ولأنك تنتمي إلى هذا المذهب، لا بد عليك أن تعطي إلى هذا المذهب. أحبتي في أوكرانيا موجود جماعة التقينا بهم يسمونهم شهود يهوى، جماعة شهود يهوى. هذين عندهم دين، هذا دين مالهم نص يهودي نص مسيحي، جمعوا اليهودية والمسيحية، خذوا من هذا شيء من هذا شيء وخلوه في دين معين. طبعا هم أقرب إلى المسيحية بشكل أكبر. بس الشيء الجميل في هذا الدين أو في هذه الجماعة، مع أنهم على الباطل، إلا أن الشيء الجميل الموجود فيهم أن في قاعدة عندهم. هاي القاعدة هي شنو؟ أنك ما دمت من هذا منتميا إلى شهود يهوى فيجب عليك أن تبلغ الدين. ما دام أنت منتمي إلينا، ما دام أنت منتمي إلى هذه الجماعة،
ما دام أنت أحد شهود يهوى فأنت مطالب بأن تبلغ أفكار الجماعة، دين الجماعة، مذهب الجماعة. وإذا وفي اليوم الذي تتقاعس عن تبليغ الدين مالهم، اعتبر روحك أوتوماتيكي خارج المجموعة، يعني قائم عملهم على التبليغ. وتبليغ شنو؟ أفكارهم هم ودينهم هم وإلى آخره، إلى حد أنهم يؤلفون الكتب بشكل كبير وبجميع اللغات. إلى حد في أوكرانيا هناك اللغة اللي يستخدمونها هي الروسية، يتعلمون اللغة العربية لكي يتعاملون مع العربي، يتعلمون اللغة الإنجليزية لكي يتعاملون مع الإنجليزي، يعني يتعلم عشان يؤدي ما عليه لدينه. الآن هؤلاء الذين هم كما نعتقد نحن أنهم ينتمون إلى الباطل، مو حق ولا حقيقة دينهم. في أحد من المجموعة الموجودة أو من يصله صوتي أو من يرى صورتي يعتقد أن الدين الذي يدين به والمذهب الذي هو يتعبد به مذهب عنده شك فيه؟ في أحد عنده شك؟ بل عندنا يقين أننا على الحق. إنزين، يقيننا هذا على الحق يحتاج من عندنا شنو؟ أن نعمل لأجل ديننا، نعمل لأجل مجتمعنا، نعمل لأجل مذهبنا. ما يصير أن يصير وإحنا أهل الإسلام أن يكون عندنا فقر في الجانب في جوانب الكوادر، وأن يكون عندنا فقر في جانب العمل التطوعي. ما يصير مع هذه المراغبات الكثيرة اللي راح نصل إليها، ما يصير أن الواحد المسلم يجي يقول ما عندنا كوادر، مو شيء طبيعي. هذا العمل التطوعي يجب أن يكون على أساس الرغبة أو على أساس الشعور بالانتماء للمجتمع. ثلاثة، لابد أن يكون على أساس رغبة في تنمية المجتمع. الآن أنا وأنتم أيها الأحبة، وأمس احنا كرمنا كثير من الكوادر، وهذا شيء جميل جدا راح نتعرض إليه. لكن في كلمة نائب رئيس المأتم قال إن احنا عندنا طموح نريد نوصل إليه. هذا الطموح هو الذي نسعى إليه، هذا الهدف الذي نريد أن نسعى إليه. معناته شنو؟ معناته أن عندنا رغبة في تنمية هذه المؤسسة. وبالتالي إذا صار موجود تنمية في هذه المؤسسة، انعكست هذه التنمية على تنمية المجتمع، انعكست هذه التنمية على تنمية المجتمع. فموجود رغبة في تنمية المجتمع، هذه الرغبة لابد أن تكون موجودة عن كل واحد وفرد في هذا المجتمع. هذه الرغبة لابد أن تكون موجودة، رغبة تنمية المجتمع، رغبة التدرج والتكامل في بناء المجتمع، لابد أن تكون موجودة عن كل فرد من أفراد هذا المجتمع. أخيرا، العمل التطوعي قائم على الشعور بالمسؤولية. أنت مسؤول. إحنا نقرأ هذا الحديث كثيرا ونطبقه في جانب معين. كلنا سمعنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. زين، وين تطبيق هذا الحديث؟ تطبيقه فقط في جانب أن هذا مسؤول عن بيت وهو يرعى الرعية الموجودة فيه، فهو راع وهذه رعية وهو مسؤول عن هذه الرعية. تطبيق آخر أيها الأحبة، تطبيق آخر وهو أهم، كلنا ننتمي لهذا المجتمع وكلنا مسؤولين عن تنمية هذا المجتمع. كلنا ننتمي إليه وكلنا مسؤولين عن تنميته. ماكو أحد يقدر يقول إننا ما مسؤول،
ما أحد يقدر يقول إن أنا ما إلي جزئية من المسؤولية. كل واحد مننا صغير كبير شاب مرأة رجل فقير غني كلهم مسؤولين، كل واحد بقدر مسؤوليته بقدر جزئيته في المجتمع. شنو يمثل هذا التمثيل؟ هاي الجزئية من التمثيل حملت جزء من المسؤولية. سابقا كانوا القضية تلاقف، كل واحد يرميها على الثاني. أنت يسمونه كفرد من هذا المجتمع ترميها على طلبة العلم، طلبة العلم يرمونها على الناس، الناس يرمونها على المثقفين، المثقفين يرمونها على والسالفة صارت أنه كأنما تلاقف مسؤوليات، كل واحد يرمي المسؤولية. يا لا، كلنا مسؤولين، أنا كطالب علم مسؤول، وأنت كفرد من المجتمع مسؤول، ورئيس المأتم مسؤول، والمجموعة التي تكون موجودة في المأتم كلها مسؤولة من فوق إلى تحت، كلنا مسؤولين. ماكو واحد ما هو مسؤول، كلنا مسؤولين، وكلنا باعتبار مسؤوليتنا الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا عليها. كلنا باعتبار مسؤوليتنا الله راح يحاسبنا على هذه المسؤولية. فإذا يجب علينا أن نطلع بهذه المسؤولية ونقوم بها. شنو آفات العمل التطوعي؟ شنو اللي يقتل العمل التطوعي؟ هذه الأمور اللي تكلمنا عنها من أهمية ومن حاجات، هذه موجودة في كل مجتمع، لكن ليش مجتمع مات فيه العمل التطوعي؟ وليش مجتمع تنمى ونمى به العمل التطوعي؟ واحد من الآفات أنه هنالك انعدام للقدوات. يعني شنو انعدام للقدوات؟ دائما عندما أريد أن أقوم بأمر أروح أشوف الذي سبقني في هذا القيام وأسأله. واحد بيتزوج يروح لواحد متزوج يسأله شلون الزواج، شلون فترة الخطوبة وإلخ. واحد بيفتح مشروع يروح إلى واحد فاتح مشروع مشابه ويسأله وإلخ. هذا كلما كان الثاني المسؤول ناجح في حياته صار أكثر رغبة من الآخرين في الاقتداء به. والله سبحانه وتعالى لأنه يعرف أن كمسلمين كأناس نحتاج إلى القدوة، شنو سوى إلينا؟ جعلنا أفضل الخلق أسوة حسنة، وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. فهذا الرسول هو الأسوة الحسنة. وفي العمل التطوعي دائما احنا ما نقول ان الإنسان لازم يصير رسالي. ليش؟ يعني شنو رسالي؟ رسالي ان يتقمص دور الرسول، ان يتقمص دور الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا قدوات على مستوى الرسول وعلى مستوى الأئمة عليهم السلام، لكن فقد الدائرة أو الصلة بين الرسول وأهل البيت وبيننا هو وجود بعض الأفراد الذين يعتبرون كقدوات في العمل التطوعي في مجتمعاتنا، بحيث أن هؤلاء يشار إليهم أن واحد لما يجي يعمل في المأتم أو يعمل في مؤسسة تعليمية داخل المجتمع أو يعمل في مشروع التعليم الديني أو إلخ، يقول أن فلان من الناس قدوتي في هذا العمل، أن يكون فلان من الناس قدوتي. طبعا هذين موجودين، لكن للأسف تخليد ذكراهم مو موجود. للأسف أن تقييم واحترام عطائهم مو موجود، تقييم واحترام عطائهم مو موجود. لذلك احنا دائما ما ندعو إلى أن يكرمون بصورة تليق بهم، حتى وإن كانوا أموات، حتى وإن كانوا أموات يجب أن يكرمون بصورة تليق بهم، لأن هؤلاء هم من أوصلونا إلى ما نحن عليه اليوم، هؤلاء هم ما أوصلونا إلى ما نحن عليه اليوم. هذا لما يصير يجي هذا الشاب الصغير الطفل يجي يشوف أن فلان هذا
المعروف الكبير في السن، المعروف في القرية، الوجيه مكرم، يوم من الأيام يحب أن يكون مثله فيصير قدوة إليه، يصير قدوة إليه. احنا موجود عندنا هذه اللي أسسوا هذه المجالس، نحتاج أن احنا نعرفه على الأقل يدون تاريخهم، يدون ويوثق عملهم، لأنهم قاموا بهذا العمل، وهذا من أفضل ومن أجمل الأعمال التطوعية. اثنين من الأمور اللي تقتل العمل التطوعي الخوف من الفشل، أننا أخاف أننا أكون فاشل في عطائي، فاشل كمؤسسة، فاشل كفرد من أفراد العمل. وهذا الخوف من الفشل ممكن أنه يقتل العمل التطوعي من بدايته قبل أن يولد. ليش نسوي؟ بنفشل. وإحنا ما ندرك أيها الأحبة أنه من رحم الفشل يولد النجاح، من رحم الفشل يولد النجاح. ما أحد من أول مرة نجح، نفشل ويصير عندنا تراكم خبرات ونوصل إلى النجاح بعد ذلك، نفشل ويكون عندنا تراكم خبرات تراكم خبرات تراكم خبرات ونصل إلى النجاح مرة أخرى، نستفيد من خبرات الآخرين ونصل إلى النجاح، وبذلك نبني عمل تطوعي رائد. سابقا ثلاثة، سابقا كان العمل التطوعي فردي، كان فردي، حج فلان يعلم قرآن، حج فلان في المسجد يعلم صلاة، يعلم أحكام الدين، أحكام بسيطة، طهارة وضوء إلى آخره، كانت الأعمال فردية. الآن باعتبار ما هو موجود في عصرنا، ولأن احنا لابد أن نواكب ما هو موجود، لابد أن يكون العمل التطوعي على مستوى المؤسسات. العمل التطوعي الفردي ما ينتج كما ينتج العمل التطوعي المؤسساتي، واحنا نشوف أنه العمل التطوعي المؤسساتي إنتاجه بالغ وتأثيره أكبر، ويجعل الهدف والثواب أكثر إخلاصاً لله سبحانه وتعالى. لكن لابد أن نحن نلتفت إلى شغله، فعلاً نحن نطالب أن يكون العمل مؤسساتي وعلى أسس إدارية صحيحة، لكن ما نغوص في جانب البيروقراطي إلى الإدارة والعمل المؤسساتي وننسى الهدف الذي من أجله أنشئت المؤسسة، ننسى الهدف الذي من أجله أنشئت المؤسسة. هذا ظلم إلى المؤسسة. أنا إذا أنشأت هذه المؤسسة التعليمية والهدف من وراءها أن أخرج كادر تعليمي، أن أخرج مجموعة من الناس عندهم على نحو الكفاية معلومات تفيدهم في عبادتهم إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الهدف. أنا إذا رحت في جانب الإدارة وتصنيف الإداري والحاجات الإدارية وبعض الأوراق وكذا كذا، قد يضيع الهدف الأصلي الذي من أجله أنشأت هذه المؤسسة. أصلاً علم الإدارة قائم على تحقيق الأهداف. علم الإدارة مو علم قديم، علم جديد 100 سنة يمكن عمره تقريبا، وهذا العلم قائم على تجارب، وكل تجربة كانت تعطي نظرية إدارية. فإحنا ممكن نحن نصنع علينا نظريتنا الإدارية الإسلامية، وممكن على أساسها يصير عندنا مخرجات أكثر إنتاجا وفاعلية في مجتمعاتنا. أيضا من الأمور التي تقتل العمل التطوعي التذمر، كله أنا بس اللي أسوي، أنتم ما تشتغلون، هذا كذا، ما في إلا أنا، ما في إلا، ويصير هاي العمليات التذمر، وما في إلا وإلى آخره، مو شغلي، ما لي دخل، هذا شغل كذا، هذا ضاع العمل. إحنا نعمل لله سبحانه وتعالى أيها الأحبة، نعمل لله سبحانه وتعالى، والهدف من وراء عملنا أن نحن نحصل رضاه ونحصل الثواب الذي رصده إلى من يعملون.
في هذا العمل، في هذه الجانب، في هذه المؤسسة، سواء كانت حسينية، مأتم، جمعية، صندوق تعليم ديني، سواء ما الهدف، أنني أحصل على ثواب الله سبحانه وتعالى. إذا كان في هدف ثاني فهذا الأمر قاعد يشاغب الإخلاص، ما صار في إخلاص إذا كان في هدف ثاني. فأنا لما أعمل، الهدف اللي أبي أوصل إليه هو رضاه سبحانه وتعالى عني، وإذا كان الهدف هو أن أصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى عني، فمو مهم كنت في هذا المكان أو في هذا المكان أو في هذا المكان، ومو مهم العمل اللي أقوم به شنو. طبعا احنا نشدد على أن كل واحد لابد يقوم بالعمل اللي يحبه واللي فيه هو أكثر فاعلية، لكن إذا طلب من عندي، طلب من عندي، هذا كلام أحد المراجع، إذا طلب من عندي أن أرتب الأحذية على باب المأتم وأكون بذلك قد حصلت على رضا الله سبحانه وتعالى وأديت ما علي، فسوف أذهب إلى ذلك المكان. الأمر متعلق بالله، الأمر متعلق بالله. ومن هنا يجب علينا أن ننطلق في أعمالنا التطوعية، علينا أن نعمل، عليك أن تسعى وليس عليك أن تكون موفقا. وصلنا إلى الهدف المرجو، ممتاز، توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. ما وصلنا، سنظل نعمل ونعمل ونعمل حتى نصل. سألوا الإمام الخميني، قالوا إلي أنت 16 سنة ثورتك، 16 سنة شتري يعني ما وصلتون إلى شيء؟ قال إليهم، إذا لم نصل إلى شيء فحسبنا أننا قمنا بتكليفنا. الأمر أن تكليف عليه، أمر تكليف، فأنا علي أن أقوم بالتكليف اللي علي، والتكليف اللي علي لابد أن أفرغ منه ذمتي. فإذا أفرغ ذمتي منه أروح إلى الله سبحانه وتعالى وأنا مرتاح. تحققت أهدافه في الدنيا، ممتاز. ما تحققت أهدافه في الدنيا، أنا سويت اللي علي وأفرغت ذمتي، وبذلك بيصير عندك اندفاع وبيصير عندك نشاط إلى أنك أنت تقوم بالعمل المطلوب من عندك. شنو اللي نحتاجه؟ رقم واحد، التوصيات، الذي نحتاجه أن ننشر ثقافة العمل التطوعي. يجب علينا أن ننشر ثقافة العمل التطوعي في كل مكان وبكل وسيلة، ونخلي العمل التطوعي شيء مهم ما يتنازل عنه أي أحد منا أبدا، بل ويجب علينا أن نتنافس فيه، يجب علينا أن نتنافس فيه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يجب أن نربي أولادنا على حب العمل التطوعي. ربوا أولادكم على حب العمل التطوعي. لما أولادك يشوف باكر الصورة اللي صورناها أمس وانت واقف وحامل الشهادة هذه اللي هي تكريم من عند الإمام الحسين إلى عملك، باكر يريد يصير مثلك، وباكر كل ولد يريد يصير مثلكم. بذلك احنا ربينا أولادنا على العمل التطوعي، انت هم كذلك في البيت علمه على أنه يعطي وما ينتظر مقابل، لأن الهدف من العمل التطوعي يعني شنو؟ عطاء بدون مقابل. علم ابنك على أنه يعطي بدون مقابل، علمه أنه يكون فاعل، علمه على أنه يكون دائما في مساعدة الآخرين. هذا من جانب التربية إلى الآباء. أيضا نحتاج إلى المؤسسات التعليمية اللي في القرية أنها تجعل أو المأتم أو الجمعية أو أي مؤسسة أنها تخلي يوم للاحتفال بالعمل التطوعي، يوم للاحتفال بالعمل التطوعي بالمتطوعين، بحيث أن القرية كلها تشارك فيه. الآن شنو فعاليات هذا اليوم؟ متروك إليكم، بس تخلون يوم للعمل التطوعي، القرية كلها كبيرها صغيرها يعملون فيه ويشاركون فيه. ثلاثة، يجب علينا أن نكرم المتطوعين، وأنتم سباقين في هذا الجانب، والأمس اللي صار شيء حركة جميلة جدا مشكورين عليها، واللي التفتنا إليه أن أو لاحظناه أن كل الذين كانوا حاضرين كانوا هم كوادر، كلهم كانوا يعملون
في العمل التطوعي. وهذا فعلا مثال يفخر به، حق لكم أن تفخروا به، صغيركم وكبيركم، شابكم وشايبكم، كلكم. ثاني على حب فخر لكم ما تقومون به، فخر لكم، ويجب عليكم فعلا أن تؤرخوا هذا الفخر وأن تجعلوه أمر موجود كسمة من سمات هذا المجتمع الكريم، مجتمع هذه القرية الحبيبة. أخيرا، يجب أن نرتبط بالعمل التطوعي دينيا وإنسانيا. أنا أعمل لأجل الله سبحانه وتعالى ولأجل الثواب الذي رصده، وأعمل لأني إنسان أخدم أخي الإنسان، أخدم أخي الإنسان. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: افعلوا الخير ولا تحتقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير. سووا الخير حتى وإن كان صغير، الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الصغير كبير، وهو في عين الله هذا القليل كثير، هذا القليل كثير. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير الناس من انتفع به الناس. من خير الناس؟ أنا أريد أصير خير الناس، وأنت تريد تصير خير الناس. خير الناس من انتفع به الناس. أزيد، يسأل الرسول: من أحب الناس لله سبحانه وتعالى؟ فيقول: أنفع الناس للناس. هذا أحب الناس لله سبحانه وتعالى. شوفوا، مع أن العمل التطوعي صغير، إلا أن يكون، شوف عطاء الله سبحانه وتعالى أي قد. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: دخل عبد الجنة بغصن من شوك كان على طريق المسلمين فأماطه عنه. بس بعد هذا الأذى الصغير عن طريق المسلمين فأصبح مستحقا للجنة وذهب إليها. أنت إذا تعمل أزيد من ذلك، تعمل في مؤسسة، والعمل في المؤسسة لا تحسب أن رأس المؤسسة يحصل أزيد من اللي تحتها، لا. لو تداولت الصدقة في كف 40 رجل لا أعطاهم الله سبحانه وتعالى كل واحد كما الآخر، كل واحد يأخذ مثل الثاني. فهذا دافع إلى أن نكون عاملين في مجتمعنا. هنالك من يعمل ويعطي من وقته، هنالك من يعطي من جهده، هنالك من يعطي من ماله، وهنالك من يعطي من نفسه، يجود بنفسه، يجود بنفسه لكي يصلح هذا المجتمع. وعندك أصحاب الإمام الحسين عليهم السلام، هؤلاء الثلة الذين قدموا كل ما يملكون، أنفسهم فدوها إلى سيدهم الإمام الحسين، مع أن الإمام الحسين جاء ليلة العاشر جمعهم، قال لهم: هذا الليل قد أرخى سدوله، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد أحد من أهل بيتي، أنتم حل من بيعتي، اذهبوا. ماذا فعلوا؟ قام حبيب، قام زهير، جلدوا بعمامتهم الأرض وقالوا: يا أبا عبد الله، كيف نعتذر إلى أمك فاطمة يوم القيامة؟ أنقول لها: لقد تركنا ابنك وحيدا فريدا؟ هذا عذر؟ لذلك هذه المجموعة، هذه الأمة، هذه الأصحاب يحق للإمام الحسين أن يقف عليهم يوم العاشر، يجد هذا مضجعا على يمينه، هذا مضجع على شماله، هذا مطعون بسيف،
هذا مقطوع يديه يبكي عليهم وهو ينادي يا أحبائي لو غير الحمام أصابكم لعتبت ولكن ما على الموت ما عتبوا نلت السعادة واحتضيت بحور وجنان لكن تركت حسين حاير بين عدوان يعتب عليكم والدمع بالخيال دغدرا عن نومة التربان قوموا يا شياهي ينصار حربي عاد بس قوم لا تناموا يا ابني علي دق عيد وقدم لي الميم والحق على خواتك عقب عيني يضيعوا وارجع بهم الأرض المدينة يا ضيلع لمساعد الله بقيت وحدي ولمساع سبعين ما ضلي من السبعين وبقيت أنا ما بين مختال نجاح وحدي أنا كالطير مكسور الجناح قضوا حق عليهم دون الخيام ولا خلوا خوات حسين تنظام لما انهوى وتفايض منهم الهام هو ومثل ما هو النجم من خر هي آر هو ومثل ما هو النجم هي من خر أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سهل مطالبنا اقضي حوائجنا شافي مرضانا فك قيد أسراءنا المنظورين اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم منهم أعمالهم ولموتاهم وموتى الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.